A voter. A voter. ربي يحفظ بلادنا، ربي يلورك مدام. انطلقت العملية الانتخابية صباح اليوم انطلاقا من المركز القنصلي بأليكونت باتجاه مكتب فالنسيا من أجل ابتداء عملية الاقتراع. قمنا بتسخير كل الوسائل المادية والمعنوية، ونحن الآن بصدد استقبال الجزائريين المقيمين هنا في مقاطعة فالنسيا من أجل أداء الواجب الانتخاب. اليوم يعني مشاركتي في هذه الانتخابات الرئاسية هذا من واجبي ومن واجب كل المواطنين الجزائريين هنا بإسبانيا. الجزائريين يعني يتوافدوا يعني على المكتب حتى يعني يقوموا بواجبهم وحقهم الدستوري، ينتخبوا الرئيس اللي يشوفوه يعني يناسب للبلاد وواجبهم يعني البرنامج اللي جايب معاه.